يعني نعرف أن الفترة الماضية سجلت عندنا حالات وفيات في مدينة طرابلس وفي مدينة بنغازي بسبب سوء استخدام المبيدات اللي يتم مكافحة بق الفراش. يفضل التعامل يجب أن يكون من المتخصصين لا من الناس العادية. تضج بها عدد من دول العالم اليوم هي ذاتها الآفة الموجودة في ليبيا بصمت منذ سنوات عدة، ترتب عنها ظهور بؤر لتصبح وباء منتشر في عدد من المناطق في ليبيا، وحصدت حتى الأرواح بطريقة غير مباشرة دون حلول ناجعة من الدولة وأجهزتها المختصة حتى يومنا هذا. فما هو بق الفراش؟ وما تاريخ هذه الآفة في البلاد؟ وما هي مخاطرها؟ وأين دور المؤسسات المختصة؟ بق الفراش، وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإنه حشرة بنية اللون تنتشر دائماً في المناطق عالية الكثافة السكانية، تتغذى على دم الإنسان أثناء النوم، وتتسبب في تورمات وطفح جلدي. لا يتسبب البق في أمراض محددة، ولكنه قد يسبب التعب والحمى، ويتسبب أيضاً في عدوى بكتيرية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية وإلى حالات القلق والضيق. في ذات الوقت أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض هذه المراسلة لرؤساء وحدات الرقابة الصحية الدولية بمنافذ الدخول إلى ليبيا، يطلب فيها رفع درجة الانتباه وزيادة التدقيق في المنافذ الحدودية واتخاذ إجراءات لتطهير وتعقيم الأمتعة والبضائع الواردة وتعزيز التوعية والتدقيق لدى الموظفين في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل مع الحجر الزراعي بالمنافذ وسلطات الجمارك ومتابعة شكاوي المواطنين. على مراحل مختلفة انتشر بق الفراش في ليبيا، وكان آخر إجراء اتخذ حيالها في عام 2022، حيث تم رصد حالات من قبل جهاز الإصحاح البيئي في عدد من المنازل والمساجد وأماكن إقامة العمالة الوافدة ومراكز الهجرة غير الشرعية. ولكن هل تم فعلياً السيطرة على بق الفراش في ليبيا؟ بق الفراش كان متواجد قبل ذلك، فقد تحصلنا على هذه المراسلة من إحدى شركات مكافحة الآفات، والتي كانت بعام 2016 موجهة إلى جهاز الإصحاح البيئي التابع لوزارة الحكم المحلي، حيث نصت هذه الرسالة بأن الشركة تلقت 200 اتصال من مواطنين يشكون من آفة بق الفراش. ومن المعلومات التي ذكرت أيضاً بأن هذه الآفة منتشرة في كافة أحياء مدينة طرابلس، وتتركز أيضاً في أماكن تواجد العمالة الأجنبية الوافدة. ونحن اليوم في عام 2023 نتساءل عن كيف هي الأوضاع، وكيف يمكننا تقدير حجم انتشار هذه الآفة في ليبيا. التقينا مع رئيس شركة المناعة لمكافحة الآفات وعضو المنظمة الليبية لمكافحة الآفات عبد الغني الشوشان، والذي حدثنا بشكل عام عن مظهر هذه الآفة وكيف تسببت في مقتل مواطنين. الإشكالية متاعها الأساسية في حاجتين. الشيء الأول اللي هو في الحالة النفسية والتوتر اللي يصيب الشخص اللي يتم إصابة منزلة بحشرة بق الفراش أو بالحشرة هذه. التوتر هذا يسبب له نوع من عدم الانتظام في النوم، عدم الشعور بالراحة، بعض الالتهابات الجلدية بسبب الوخز أو امتصاص الدم اللي تقوم به الحشرة هذه، لأن الحشرة هذه تتغذى على دم الإنسان. الحاجة الثانية
أو الإشكالية الثانية هي اللي هي الخطيرة، اللي هي طريقة العلاج اللي يقوم بها بعض الناس حتسبب بعض الوفيات أو حتسبب إصابات بسبب سوء استخدام المبيدات. إحنا نعرف أن الفترة الماضية سجلت عندنا حالات وفيات في مدينة طرابلس وفي مدينة بنغازي بسبب سوء استخدام المبيدات اللي يتم مكافحة بق الفراش بها. سألنا عبد الغني عن مدى تجاوب الدولة الليبية متمثلة في أجهزتها المختصة وعن التدابير التي اتخذت لمجابهة آفة بق الفراش. استشعرنا الخطر من ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الحشرة من سنة 2016. في سنة 2016 درنا مراسلة لوزارة الحكم المحلي، إدارة الإصحاح البيئي، وقلنا لهم أن راهو نسبة ارتفاع الإصابة بحشرة بق الفراش داخل مدينة طرابلس زادت، وقدمنا لهم أحصائية بسيطة من شركة المناعة لمكافحة الآفات، وارتفاع الإصابة ممكن لو قسنا يفوق 300%. قدمنا لهم الأحصائيات متاعنا، وللأسف ما صارش في أي استجابة من وزارة الحكم المحلي، إدارة الإصلاح البيئي في ذلك الوقت. طبعا في بلدية سوق جمعة سجلت الكثير من الحالات وتم ظهرها في صفحة البلدية. هذه الحالات مسجلة داخل مساجد تم إغلاقها بسبب انتشار هذه الآفة، داخل مجمعات أو تجمعات سكنية للعمالة وافدة، بعض المناطق التجمعات السكنية الكبيرة اللي للأسف فيها ضعف في الإصحاح البيئي. الموضوع هذا يحتاج لاستراتيجية من الدولة، يعني بلديات بروحها ما تقدرش تقوم بالعمل كامل، لأن الموضوع هذا يحتاج أجهزة الدولة أو الوزارات القائمة في الدولة هي اللي تضع التشريعات وتحاول تنفذ القوانين حتى تقلل من الإصابات. ولكن ما هي التدابير الواجبة على المواطن اتباعها من أجل مكافحة آفة بق الفراش، وما مدى سوء الوضع؟ ننصح المواطن، أي مواطن تصل للآفة هذه يقدر يقوم ببعض الإجراءات اللي ممكن تخلصه من الحشرة من قبل ما يوصل حتى لاستخدام المبيدات. احنا ما ننصحوش باستخدام المبيدات من قبل المواطن مهما كانت، فقط لو جات الحشرة هذه يقدر يقوم ببعض الإجراءات، ممكن استخدام ستيمر، استخدام الحديد أو المكوى البخاري، استخدام المكانس الكهربائية، الاستشوار الخاصة بالنساء، لأن هي حشرة بق الفراشة هي تتأثر بسهولة بالحرارة. يعني درجة حرارة ما بين 45 إلى 50 إلى 60 درجة مئوية حتموت بشكل مباشر للحشرة هي. أيضا تواصلنا مع مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز حسن وصارة للتحصل على أرقام حقيقية وموقفهم من هذه التصريحات، ولكن تعذر ذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات عن مدى انتشار حشرة البق في طرابلس بحسب رد تحصلنا عليه من إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس. ومع كل هذه المعطيات فإن الآفة موجودة في ليبيا، ولكن التساؤل هنا، هل سننتظر حتى إعلان تطور هذه الحالة، أم أن الأمر ليس بالمخيف في ظل تباطؤ تحرك الدولة لمجابهة بق الفراش؟